البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. انا رجعت لكم بفيديو جديد وزوينه البنات، كنتمنى انه يعجبكم. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كي دوزتوا عيدكم؟ كي دوزتوا حواليكم؟ كلشي مزيان؟ كملتوا ولا باقين؟ مهم البنات، اليوم جبت لكم واحد التحليه اللي سهله، كتجي زوينه ولذيذه. التحليه ديال البنان. انا بقاو عندي هاد البنانات البنات، قلت هما طابوا وقلت غيبقاو غادي يخسروا، قلت علاش لا ما نديرش بهم واحد التحليه اللي كتجي زوينه، وبغيت نشاركها معكم، كنتمنى تعجبكم. نبداو البنات على بركه الله في تقديم الوصفه. عندي هنايا سطرة الحليب، وعندي السنيدة، وعندي واحد جوج بنانات، هذه صغيرة، وعندي واحد الفلون. فلون بأي نكهة، أنا كنت كنفضل نكهة البنان، ما لقيتش البنان جبت الفاني، حتى الفاني كيتواتى معاه، وجبت مايزينا نشا. عندي هنايا في المايزينا البنات، عندي معلقه كبيره ديال المايزينا، والسنيد على حسب الذوق ديالكم، بغيتو حلو بغيتو شويه ناقص، على حسب الذوق ديالكم. وعندي هنايا البنات نص سطرو ديال الحليب. نبداو البنات، نجيبو الخلاط الكهربائي، نديرو نص سطرو ديال الحليب، ندير واحد البنانة، حيد ليها هذا الرويس. دابا البنات وغنقطعها طابت هاد البنانة زعما، الا بقات شي بنانه بقاو ديسي، بقاو منهم غير حبه وحده، علاش لا ما نديروش وليداتنا، نديرو ليهم التحليه بحال هكايا، كتجي زوينه. غير جربوها، غندير واحد فاني، شاسيه ديال الفلون ديال الفاني ولا البنان، السنيدة على حسب الذوق ديالكم، ندير ثلاثة على حسب الذوق ديالكم. دابا البنات غادي نطحن هذا الشيء كله، غادي نطحنو في الميكسور يتطحن مزيان، غنطحنو البنات دبايا، غادي نطحنو البنات دبايا في الميكسور ونعاود نرجع معاكم. صافي البنات، من بعد طحنت الخليط ديالي، غنديرو شي كاسرونه، نديرو شي كاسرونه، هانتوما البنات من بعد ما كيتجانس، كنتمنى انكم تشوفو. صافي غندير معاه معلقه كبيره ديال النشا، معلقه كبيره ديال النشا. صافي البنات، وغنديرو فوق النهار المهيله حتى يعقد لينا، ونديروه في انتما معلقه كبيره، نخلط هادشي. صافي
البنات غنديروا دابا في النهار النار غنديروا دابا فوق البوطه حتى يعقد لينا ونديروا في كويسات ولا في شي طويسات ديال التحليه بحال هكا ورجع معاكم صافي البنات كما كتشوفوا ها نتوما ها هو عقد لي الخليط ديالي عقد غنكبوا في هاد الطويسات صافي البنات ونديروا بسم الله نديروا في الثلاجه يبرد ونزوقوا باش ما بغيتو كيجي زوين البنات غير جربوه هذا اللي بقى لي البنات غادي نديرو غير في كويسات ديال اتاي نديرو غير في كويسات ديال اتاي البنات مابقاش عندي هذوك صراحه تهرسوا لي خصني نشري شي وحدين اخرين صافي البنات كما كتشوفوا باش نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا هانتوما البنات هذا هو الشكل ديالهم دابا البنات غادي نخشيهم في الثلاجه غنخليهم هنايا يدفاو شي شويه ونديروهم في الثلاجه يبردوا ومن يبردوا ونخرجهم نزوقهم باش ما بغيتو ومن يخرجوا نزوقهم غادي نكمل معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو بقاو معايا البنات ما تشوفين هما بعد ما خرجتهم من الثلاجه هانتوما كما كتشوفوا بغيتو تزوقوهم بالبنان ولا تزوقوهم باي حاجه عندكم تزوقوا بهم انا عندي غير هذا هو اللي موجود هاد فيرميسيل ديال الشوكولات هو اللي غادي نزوق به الفلون ديالي غير هكاك بحال هكا في الوسط كنتمنى انه يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وكاك لوليداتكم بحال هكايا ولا ما كانش ديسير وعندكم غير البنان بحال هكايا شي بنانه بقات ليكم سهله صافي البنات غادي ندير ليه بحال هكايا نزوقو نزوقو بحال هكايا هادشي اللي كاين البنات هذا هو الفلون ديالي كنتمنى انه يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم هانتوما كما كتشوفوا هذا هو دابا الاضاءه واقيلا ما دايرش مزيان المهم البنات هذا هو الفلون ديالي كنتمنى ان يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم راه زوين وكيجي لذيذ كنتمنى انكم تجربوه والى عجبكم الفيديو البنات ما تبخلوش عليا بواحد لي جيم ولي اول مره كتشوف القناه ديالي كنقول لها مرحبا بكم الف مرحبا انضمي للعائله ديالي وضغطي على الزر ديال الابوني وضغطي على الجرس باش يوصلك الجديد والى عجبك الفيديو ما تبخليش عليا بلي جيم وبلي كومونتير يكونوا زوينين بحالكم البنات يلا البنات بسلام عليكم والى الفيديو الجاي ان شاء الله يلا باي باي